بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح بسيط لمسألة رقم 447 من مادة Structural Analysis. طبعا المسألة هي عبارة عن فريم فيه سبورتين، اثنين سبورتس يعني، واحد هنا عبارة عن رولر، لهذا عندنا رياكشن واحد، وهنا هنج فيحتوي على اثنين رياكشنز. طبعا هنا في حمل موزع على الثلاث نقاط هذه، عبارة عن 300 باوند لكل فيت، لكن بعدته شوي عشان نكتب هنا الحمل المركز. وكمان من هذا الجانب عندنا 500 باوند لكل فيت. فعشان نركز الحمل الموزع هذا نحتاج المسافة distances من هنا لهنا ومن هنا لهنا. فكيف نجدها؟ طبعا عندنا الزاوية هذه 30، هنا المسافة عبارة عن 7 3.5 و 3.5. فساين 30 وش يساوي؟ ساين 30 يساوي المقابل 7 على الوتر. هذا الوتر، الوتر مو معروف كم قيمته، لهذا نكتبه اكس. ساين 30 معروفة، كم ساين 30؟ ساين 30 نص، فلهذا الاكس يساوي 2 في 7 ب 14 فيت. كذا نكون اوجدنا المسافة المائلة هذه. بعد ايجاد المسافة المائلة في منتصفها، طبعا هنا تصير 7 وهنا 7، تمام. فنركز الحمل الموزع، طبعا هذا المنتصف تبعه، 300 في 7 بكم؟ يساوي 2100. 300 في 7 2100، يعني نص هذا 2100 مقسم على الثنتين، على هذه وهذه. ف 2100 قسمة 2 من 1050 اي بي، وهنا 1050، لكن ومن هذا الجانب ايضا هنا تصير معنا 1050 وهنا 1050، اذا هنا 2100 اللي هي 1050 من هذا الجانب و 1050 من هذا الجانب. فبهذا نكون اوجدنا الـ concentrated load على الجزء العلوي. الان نقوم بايجاد الـ concentrated load من الجانب. فالمسافة هنا 7 وهنا معانا 500 باوند لكل فيت، فنضرب 7 في 500، وطبعا هذا في المنتصف، فتصير هنا عندنا 1750 وهنا 3500 وهنا 1750. بهذا الآن نكون ركزنا الأحمال. ننتقل للمرحلة الثانية وهي إيجاد الرياكشنز. لإيجاد الرياكشنز نختار النقطة اللي عندها أكثر رياكشنز، فتصير النقطة A لأنها عندها 2، أما النقطة C عندها رياكشن 1. نحسب المومنتس حول النقطة A، سيجما M at A، نفترض أن هذا الاتجاه السالب، يساوي إيش؟ يساوي 0، تمام. فمباشرة نبدأ بأقرب قوة اللي 3500، 3500 مضروبة في المسافة هذه 7، اتجاهها سالب، وهذه القوة أيضا سالبة، 1750 في المسافة 14، 1750 في 14. هنا عندنا خيارين، يا يعني نحسب لكل قوة، يعني كل قوة لحالها اللي هي هذه وهذه وهذه، يا يعني نركز الحمل هذا الموزع كامل في نقطة واحدة اللي هي المنتصف، ويصير ونحسب المومنت الناتج عنه. فالثانية، هذه الطريقة الثانية هي الأسهل، تضرب 300 في المسافة هذه كامل 14، ف تصير كم؟ 4200، اتجاهها بهذا الاتجاه طبعا تصير سالب، 4200 منين جت ال 4200؟ هي عبارة عن 300 في 14، 4200 مرة، هذه القوة مرة تصير كذا ومرة تصير كذا، تمام. هذا الاتجاه العمودي، هذا اتجاه القوة، وهذا تكملة. بما ان هذه الزاوية 30 فهذه كم؟ 60. اذا عشان تصير هذه 90 الزاوية كامل 90، 60 90 ناقص 60 الباقي 30، تصير هاي 30، تمام. ف
نبدأ بأخذ المركبة الأفقية للقوة. 2100 عشان تكون أفقية، يعني دلالة هذه تكون 2100 ساين 30، يعني ال شو اسمها ال 4200 ساين 30 في ساين 30 في المسافة. شوف الآن أخذنا الأفقية، المسافة هي عبارة عن 7 زائد 4 زائد المسافة من هنا لهنا اللي هي 3.5، فتصير 14 زائد 3.5 تمام. ناقصا الآن نأخذ المركبة الرأسية. المركبة الرأسية هي عبارة عن 4200 مضروبة في كوساين 30، إن هذه تمام في كوساين 30 في المسافة. هذه كم المسافة؟ المسافة عبارة عن 7، احنا نبيها تكون عمودية، يعني ذراع القوة ذراع العزم لازم تكون عمودية. 7 كوساين 30 في 7 كوساين 30 بقيت عندنا قوة واحدة فقط، وهي عبارة عن هذه سي اكس. سي اكس اتجاهها عكس عقارب الساعة، فتصير زائد كم المسافة اللي هي ذراع القوة؟ 7 زائد 7 زائد 3.5 زائد 3.5، فتصير 14 زائد 14 22 تقريبا، أقصد 14 زائد 7، 14 زائد 7 يصير 21، 21 إكس يساوي 0. إذا 21 CX يساوي 0. إذا CX يساوي، يعني بعد ما ندخل هذه في الحاسبة، 5133 باود تمام، أو بإمكانك تعبر عنها ب5.133 كيلو باود. بهذه النقطة يعني إلى هنا أوجدنا قيمة CX. ننتقل إلى إيجاد مركبات الـ A، سواء الـ AX ولا الـ AY. نستخدم المعادلة الثانية اللي هي summation of fx يساوي 0 تمام. القوة الموجودة عندنا القوة الأفقية، نفترض أي اتجاه موجب، مثلا نفترض هذا اتجاه الموجب، فنبدأ من الأسفل عادي من أي مكان تبدأ. 1750 زائدا 3500 زائدا 1750 زائدا. هنا بإمكاننا أيضا نأخذ المركبات الأفقية لكل قوة على حدة، ولا كما قلنا قبل شوي نقوم بتركيز الحمل الموزع في نقطة واحدة اللي هي 300 في 14، وتصير 4200 المركبة الأفقية تصير كوزاين 30. لحظة، هاي 30 30 إذا ساين 30 ساين 30 4200 ساين 30. هنا في معنا قوة معاكسة اللي هي ناقص 5133 تساوي الصفر. ومن هنا نطلع انه الـ A وين الـ X؟ ما كتبنا الـ X، اللي هي طبعا تصير معاكسة زائدا AX يساوي صفر. إذا الـ AX يساوي 3967 باوند. وأخيرا نستخدم المعادلة الثالثة اللي هي summation FY يساوي صفر عشان نوجد الـ AY. نفترض أن الاتجاه لفوق هو الاتجاه الموجب، فيصير عندنا AY موجب طبعا، مركبة أفقية، عندنا المركبة الآتية من الحمل الموزع هذا اللي فوق باتجاه الأسفل، تصير ناقص
300 في 14 4200 في كوزاين 30. ليش استخدم الآن كوزاين 30؟ عشان هاي الزاوية 30 المركبة العمودية هي كوزاين 30. 4200 هذه القوة 4200 تصير 4200 كوزاين 30 يساوي صفر. فمن هنا ال AY يساوي 3640 IB. وبهذا نكون قد تمكنا من إيجاد الرياكشنز الثلاث. الآن ننتقل للمرحلة الجاية وهي المرحلة التالية، وهي إيجاد الرسم للشير والمومنت.